بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل بنعمة ربنا مع بعض دراستنا في سفر الخروج، وإحنا كنا واقفين في الإصحاح الثالث في لقاء موسى مع ربنا على الجبل، وشفنا إزاي أن ربنا بدأ مع موسى وهو كبير، لكن بعد ما أعدوا إعداد جيد علشان خاطر يقدر يقوم بالمهمة بتاعته، واتفقنا أن ربنا بيعدنا حتى ولو طال بينا الزمن، الزمن دايما في صالحنا، وربنا بيعدنا علشان يمكن مهمة جليلة يمكن مش هنبتديها غير بعد سن 80 زي ما حصل مع موسى. ربنا أول ما بدأ مع موسى وقال له موسى موسى اخلعنا عليك، وموسى اقترب بكل خشوع وقال كلمة واحدة بس، ها أنا ذا. احنا ما سمعناش حاجة لموسى، وعلى فكرة في كل الحوار اللي احنا هنشوفه في الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع موسى تقريبا ما بيتكلمش أكتر من 5%، وربنا بيتكلم 95%. موسى تقريبا ما بيتكلمش، مع أن مش الطبيعي كده. طبيعي مثلا أن احنا وإحنا بنصلي نتكلم ونصلي ونقول حاجات كتير وبعدين ربنا يجاوبنا بكلمة ويقول لنا هعمل كذا أو يقول لنا الحاجة اللي عايز يقولها. لكن هنا العكس، ربنا هو العمال يتكلم ويقنع في موسى ويجاوب على أسئلة موسى، وموسى يدوبك يقول كلمة صغيرة، ما عندوش أكتر من حاجات صغيرة خالص يقولها. ودي بتورينا أن موسى كان لسه في بداية كلامه مع ربنا. الواحد لما يكون لسه مش متعود يتكلم مع حد كبير قوي 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 فمش عارف يقول إيه، فبيقول كلمة صغيرة وبس ويسكت. والكبير ده علشان يشجعه وعلشان يضيع الرهبة اللي بين موسى وبينه بيتكلم كتير معاه، فلما يتكلم كتير معاه يحسسه بالألفة ويحسسه انه احنا حبايب احنا اصحاب هنتكلم مع بعض. زمان كنا سنة 86 كنا مجموعة خدام صغيرين وكنا بنمر بظروف صعبة في الكنيسة بتاعتنا، فطلبنا ان احنا نقابل سيدنا البابا. كان اول مرة نقعد معاه قعدة شخصية يعني، احنا كنا خدام صغيرين في بداية العشرينات وهو البابا شنودة يعني. فكنا لما دخلنا له كنا 5 انفار، اول ما دخلنا له كنا راهبين الموقف جدا يعني. فهو انتبه على طول، وكان طبعا لماح بشكل مش معقول يعني، هو انتبه على طول ان احنا ايه، ان احنا مضطربين ومش عارفين نتكلم نقول ايه. فهو اللي بدا يحكي معانا، هو اللي بدا يتباسط معانا ويحكي ويتكلم لحد لما احنا ايه انفتحنا واتفرجت الحكايه وبدانا نتكلم، لان احنا اتشجعنا بيه لما بدأ هو يتكلم معانا. هكذا ربنا بيعمل مع موسى. ده سبب ان ربنا بيتكلم كتير ويشرح ويوضح ويعيد الفكره وبصيغه مختلفه كل شويه، وموسى يدوب بيقول كلمتين صغيرين. تاني حاجه مهمه ما ننساش ان ربنا هو اللي داعي موسى، ربنا هو اللي مختاره وهو اللي داعيه. وموسى الحقيقه ما كانش حاسس ابدا انه هو مؤهل، ما كانش متوقع ابدا ان يحصل حاجه زي كده، ما كانش حاسس خالص في نفسه انه ينفع في حاجه زي كده ابدا. فبالنسبه له كان بيقفل، ربنا يفتح هو يقفل، يقول له ما ينفعش، مع انا ما ينفعش. طيب، وربنا فضل يحاول معاه، وكل ما موسى يحط يعني يقول له طب في مشكله الفلانيه، ربنا يقول له لا المشكله دي انا هقف معاك وهحلها لك ومش هسيبك. طب في الحاجة الفلانية؟ لا، يا ربنا يقول له لا أنا دي برضو هقف فيها معاك ومش هسيبك. حتى في الآخر موسى ما لقاش حاجة يقولها، يعني كل العراقيل اللي حاول يحطها عشان يعفى من هذه المهمة يعني ربنا حلها له، ففي الآخر ما لقاش حاجة يقولها، فقال له طب شوف حد غيري. ربنا قال له لا، زعل كده منه وقال له أنت اللي هتروح.
فربنا لما يكون داعي إنسان بيؤازره وبيعضده، غير لما يكون واحد هو إيه الحكاية طالعة في دماغه وهو اللي عايز يعمل الحاجة بنفسه. لا، الشغل مع ربنا ده شغله هو، وهو اللي يدعي وهو اللي يختار وهو اللي يدبر وهو اللي يدي القوة وهو اللي يدي النعمة، ده شغله هو، مش أنا اللي بقى هتحمس واتشجع وعايز أنا إيه أعمل لنفسي اسم، فهروح أتخانق مع الرجل المصري وأقتله وأعمل إيه شوية شغل وكده وفاكر إن أنا هخلص الشعب. لا، مش هينفع الكلام ده. استنى لما ربنا هو اللي يدعو. والمثل المصري البسيط اللي كلنا عارفين يقول لك يوضع سره في ايه؟ في اضعف خلقه. يشتغل بالصغيرين، ما دي متاخده من الانجيل، يقول لك اختار الله ضعفاء العالم ليخزي الاقوياء. اختار الله جهلاء العالم ليخزي الحكماء. اختار داوود الصغير هو اللي ينتصر لشعب اسرائيل كله. اختار موسى الرجل العجوز اللي ما فيهوش نفس، هو ده اللي يقود الكذا مليون بتاع شعب اسرائيل ويطلعهم في البريه سنين يفضل ماشي بيهم. اختار الله طفل صغير في وسط جموع اكتر من 5000 علشان خاطر الطفل الصغير ده يبقى سبب بركه ليهم كلهم. ربنا طبيعته كده. اختار صموئيل الصغير اللي هو ما طلعش من البيضه ده، وهو ده اللي نور لإسرائيل تاني. وقبل أن ينطفئ سراج إسرائيل عاد الرب يتراءى وبدأ يكلم صموئيل. ربنا بيشتغل وهو اللي بيختار، هو اللي بيختار مش إحنا اللي بنختار. ليس أنتم اخترتموني بل إيه؟ بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترت. كل واحد فينا من الموجودين في الكنيسة النهاردة مختار من ربنا. ربنا مختار عشان يزوده بنعمة وبقوة. محدش يقول أنا ضعيف، إحنا ضعفاء لو لوحدنا، لكن بربنا إحنا أقوياء. اخترنا لنذهب ونأتي بثمر ويدوم ثمرنا. ده الحوار اللي إحنا هنبتدي فيه النهاردة. ربنا بعد ما قال لموسى القصة قال له أنا جاي نزلت لأخلص شعبي. هلما فأرسلك إلى إيه؟ إلى مصر. فعدد 10 آخر آية إحنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله، ده أول حاجة بقى بدأ موسى يتكلم فيها، من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ دي الجملة الأولانية. هو أول حاجة قالها طبعا ها أنا ذا، دي تاني جملة، من أنا؟ شوفوا الأربعين سنة عمل مفعول ممتاز. من أنا؟ أجمل بداية، أجمل بداية. عايز يمشي ورا المسيح أول حاجة يقول إيه؟ من أنا؟ أول حاجة ينكر إيه؟ ذاته. عايز يمشي ورا المسيح أول حاجة ينكر إيه؟ ذاته. وبعد كده يحمل إيه؟ صليب ويتبعني. اللي مش هينكر ذاته عمره ما هيعرف يحمل الصليب، هيفضل سبب تعب للكنيسة وتعب لنفسه، وعمره ما هيرتاح عشان ما أنكرش ذاته. من البداية، من البداية إحساس صادق وعميق، من أنا؟ مين أنا؟ أنا أطلع إيه أنا؟ اخترنا أنا؟ من أنا؟ من 40 سنة كان حاسس أنه هو المؤهل الوحيد اللي تهذب بكل حكمة المصريين، القائد الحكيم اللي فاهم السكة هنا وفاهم السكة هنا، فاهم الجماعة دول وفاهم الجماعة دول، وحيعرف يتصرف وحيعرف يعمل خطة. كان شايف نفسه يعرف. بعد فترة عرف الحقيقة. الحقيقة هي إيه؟ من أنا؟ ده احنا شوية تراب، ده احنا خبر خوفه. مجرد ان خبر راح لفرعون خوفه وخلاه في منتهى الضعف وهرب. من انا؟ اول حاجه جميله قوي. يا رب فعلا انت احسنت الاختيار. هو ده فعلا اللي ينفع اللي بيقول من انا ده. اللي بيقول انا طبعا انا عندي
امكانيات كويسه وبعرف اللغه بتاع الدول وبعرف اللغه بتاع الدول وبعرف كذا كويس، عايز ايه بقى يا رب؟ قول لي بقى، انا عندي امكانيات اللي يعني. لا، ده هو اول حاجه قال من انا، من انا حتى اذهب الى فرعون؟ فرعون ده حاجه كبيره قوي، وانا حته راعي غنم. هو راجل نكر نفسه وراجل متضع وصل للمستوى الجميل ده بعد سنين طويله. من انا حتى اذهب الى فرعون وحتى اخرج بني اسرائيل من مصر؟ انا الغلبان العجوز هقف قدام فرعون اتكلم؟ انا اعمل ايه؟ انا هروح اخرج شعب اسرائيل واقودهم في البريه؟ مين انا؟ دي مهمات كبيره جدا. من انا؟ من انا؟ اول ما الانسان ينكر نفسه نعمه الله تتفاضل عليه، نعمه ربنا تسنده وتملاه. ما بتسندش المتكبرين. الله يعطي نعمه للايه؟ للمتواضعين. يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعون فيعطيهم ايه؟ نعمه. اول ما الانسان يقول من انا، ربنا يقول له كويس خالص، انا هملى حياتك، انا اكون معك، انا هملى حياتك. زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول كده، مع المسيح ايه؟ صلبت فاحيا لا انا. طب لما متى ما تعيش، امال مين اللي يعيش؟ قال المسيح يحيا فيا. احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. كل ما الواحد بيبقى معتد بنفسه وبطريقته وبتفكيره وبقناعاته وباسلوبه وبمهاراته وبامكانياته، ربنا يبقى مش عارف يشتغل. تقول لي بس هو امكانياته كويسه، اقول لك ايوه، بس هو دايما دايما يطاحن في الناس والناس تطاحن فيه، لان هو بيشتغل بنفسه. هتلاقيه دايما تعبان واللي حواليه تعبانين، شايف نفسه هو اقدر من فلان، ازاي فلان يحطوه مكانه؟ ده يفهم ايه؟ هو حاسس بنفسه. فنعمه ربنا مش لاقيه مكان تشتغل. كل ما الانسان ينكر نفسه كل ما نعمه ربنا تشتغل، كل ما الانسان يكون غلبان كل ما ربنا يسنده. يكون حاسس كده من كل قلبه، مش بيتجامل الناس ويقول لهم اصل انا كده وهو شايف نفسه احسن منهم. من انا؟ من انا؟ ربنا يعمل ايه بقى؟ فقال اني اكون معك. شوف التقل بقى. اما انا يعني انا اصلا حاجه خفيفه قوي، اصلا حاجه ضعيفه قوي. لا، ربنا بكل تقله هيكون معك. طول ما انت انكرت نفسك تقوم ربنا يشتغل فيك. فقال اني اكون معك وهذه تكون لك العلامه اني ارسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. ايه دي؟ علامه متاخره قوي، دي مش علامه قريبه، دي علامه هتحصل بعد ايه؟ بعد مده طويله، عشان تتاكد وانت ماشي في السكه. علامة من العلامات ان لما هتيجوا وانتوا خارجين هتقولي في الحتة دي بالذات، ساعتها انت ايه؟ دي حاجة تقوي ايمانك وتتأكد ان انا معاك. ساعات ربنا واحنا ماشيين هو بيدعونا الحاجة، يدينا نعمة مباشرة هنستعملها في وقتها، او علامة مباشرة او قوة في ساعتها. وساعات يقول بعد سنين هيحصل كذا وهتشوف، وانت ماشي في السكة ودي حاجة تحصل تقوي الإيمان وتشجعنا أكتر. طول ما احنا ماشيين في المسيرة ربنا بيدينا علامات، طول ما احنا ماشيين في المسيرة ربنا بيقوي إيماننا بمواقف متعددة. فهو بيقول له على حاجة مش هتحصل غير بعد كذا سنة، يعني هو راح مصر وقعد ما عرفش فيها قد إيه عبال ما طلع الشعب، يمكن قرب سنة، وبعدين مشيوا تاني وعبال ما وصلوا للجبل كان فات برضه قرب سنة يمكن، فيعني حاجة هتحصل بعد مدة يعني. فبيقول له هذه تكون لك العلامة أني أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. هتيجوا تعبدوني على هذا الجبل، يعني ما عطاهوش علامة سريعة تساعده في المهمة الصعبة. ده رايح لفرعون ورايح يخرج الشعب، مش عارف أصلا فرعون يسمع كلامه ولا لا، والشعب هيسمع كلامه ولا لا، وربنا بيديله علامة متأخرة قوي، يعني بيديله علامة هتحصل بعد ما يخرج الشعب. ساعات ربنا كده،
يدينا حاجات لازم نقبلها بالإيمان، لازم نقبلها بالإيمان. طب فين؟ أنا مش شايف حاجة. اقبلها من ربنا بالإيمان، وعوده صادقة وأمينة، اقبلها بالإيمان. طب أنا هعمل إيه يا رب؟ ربنا هيوفر لك الإمكانيات. طب دي إمتى؟ هتبقى دي متأخرة أوي. لازم أثق إن في الوقت المناسب ربنا هيبعت الإمكانيات، في الوقت المناسب ربنا هيعمل كذا. لازم نقبل كده. اللي هيمشي مع ربنا أول حاجة مطلوبة ينكر نفسه، تاني حاجة يقبل كل حاجة بالإيمان، يقبل من إيد ربنا، يقبل من فم ربنا أي وعد بالإيمان. طبعا بالنسبة لموسى وهو لسه في البداية كده برضه هو عايز يهرب، هو في الأول قال من أنا، لأنه مش متوقع ومش حاسس في نفسه أنه عنده أي مؤهل أنه يعمل كده. فربنا قال له لا، هيحصل وهتخرج وهتيجي هنا في المكان ده تاني. طب يعمل ايه موسى؟ بدأ يحط الايه؟ الاكسكيوز الثاني، السبب الثاني، عايز يخلع من المهمة. فبيقول ايه؟ فقال موسى لله: ها انا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ اسمه ايه؟ هم ما يعرفوش ربنا يعني، هم يعرفوا انه جدودهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عرفوا في الله الخالق، كان يقولوا عليه القدير، كان اسمه ايه؟ ما عرفش. فقال الله لموسى: أهي الذي أهي، هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. أنا واقف هنا طبعا لأن الموضوع مش سهل. إيه الكلام ده؟ العبري الحقيقة مع الكتابة بتاعته الغريبة اللي هي حروف متشكلة زي العربي، حروف متشكلة، ما كانش زمان في نقط، كانوا مش عارفين. يعني في ناس بتبقى يقول لك مش فاهمين، طب ايه المعنى ده؟ أول حاجة نفهم المعنى باللغة اللي قدامنا دي العبري، وبعد كده أقول لكم اليوناني اتكتب ازاي، لأن اليوناني هو فيه الشرح، هو اللي فيه، هو المعتمد من الكنيسة، هو اللي فيه المعنى، وبعد كده هنشوف كمان حاجات أسماء تانية. كلمة أحيا بمعنى، عارفين لما واحد يقول إيه؟ أنا هو أهو، أنا أهو، يعني أنا موجود، أنا كائن، ها؟ والعربي والعبري قريب من بعض شوية. فأحيا يعني أنا اللي موجود أهو، أنا الكائن، أنا الموجود. أحيا يعني أهو، أهو اللي موجود على طول. وجاية برضو في نصوص تانية يحطوها يهوى. يهوى يعني عارفين هو ده ضمير طبعا، لكن لو اتحط، افترضنا أن الضمير ده فعل وحطيناه في المضارع، هو يبقى يهوى، يعني هو موجود على طول. يهوى ده المضارع من هو، فيهوى يعني الموجود، الكائن اللي موجود مستمر منذ الأزل وإلى الأبد. عشان كده احنا طبعا في اليوناني كانت واضحة بقى، ما فيهاش يعني صعوبة. أنا الكائن بذاتي، إيجو إيمي، أنا هو، أنا هو الكائن، إيجو إيمي. وده اللفظ اللي السيد المسيح اتكلم بيه واتكلم وقال وعبر عن نفسه، أنا هو، مرات كثيرة جدا في العهد الجديد، بالذات في إنجيل يوحنا اتكررت كثير، لدرجة إن في آية قالها من كلامه المقدس، قال إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. ساعتها رفعوا حجارة ليرجموه، لأن هم أول ما سمعوا كلمة بالعبري أني هو، لما سمعوا الكلمة إيجو إيمي أو أني هو، دي ده ربنا، ده حدش بيقول كده. ف أنا هو أو يهوى أو أهيا يعني أنا الكائن، هو الكائن، اسمه إيه؟ هو الكائن، هو الكائن. عشان إحنا، عشان كده إحنا في القداس أول حاجة لما نكلم فيها ربنا نقول له أيها الكائن،
قال أيها الكائن السيد والرب الإله الضابط الكل. أيها الكائن، هو الكائن، هو اللي موجود على طول. أهيا يعني أهو، أنا هو اللي موجود. أو يهوى الكائن بشكل مستمر، أو زي ما جت في اليوناني أنا الكائن. بس الكائن في فرق بين الكائنات المخلوقة اللي في وقت من الأوقات ما كانتش موجودة، وفي خالق كونها وخلقها، وفي الكائن بذاته. أنا هو، أنا الكائن، الكائن منذ الأزل وإلى الأبد، الموجود على طول، الحاضر على طول. فقال له أنا يهوى، أو أنا أهيا، أنا الكائن الذي هو كائن. أهيا الذي أهيا يعني أنا هو الكائن الذي هو كائن باستمرار. قل لهم كده الكائن على طول ده هو اللي أرسله. فهمنا؟ أستاذ عادل تانيوس الحقيقة عمل لنا كده مجهود لطيف، وحط لنا بعض حاجات أشارك فيها معاكم عن أسماء الله اللي جت في العهد القديم وكم مرة جت. فكلمة يهوى يعني أنا الكائن زي ما شرحتها، أو أنا الكائن بذاتي. وورد الاسم ده 6833 مرة، وترجم إلى كلمة رب أو كلمة الله في اللغة العربية 6833. أنا ما أعرفش يعني في الكتاب المقدس يعني موجود المعلومات كتيرة على الإنترنت بتبقى محطوطة، لكن يعني مجرد للي يحب يعرف يعني مش هد زي ما كنا. وأحيانا الكلمة تدخل في كلمات تانية زي مثلا هللوا ياه، ياه أو يهوى جاية من يعني سبحوا الله، فياه وياه دي كتير يعني برضو كانت ما جت في سفر إشعياء. ياه أو يهوى جاية من الكائن، يعني المعنى بتاعها هو الكائن، إن الله هو الكائن. واسم تاني إلهيم، هيم الياه والميم في العبري زي الياه والنون جمع المذكر السالم في العربي، أي إيم للجمع، فزي شاروب شاروبيم، مجموعة الشاروب وشاروب وشاروبي وشاروبيم، سراف يعني ملتهب بالنار يبقى سرافيم إلى آخره. وفألوهيم يعني هو الله بس بالجمع بتاع يهوى أو إله أو إيل، برضو إيل نفس الكلمة إيل. وكده إلهيم طبعا بيدينا فكرة عن حقيقة الثالوث، أنه الله هو واحد في الجوهر لكن مثلث في الأقانيم. وده جه 2555 مرة في الكتاب المقدس. يعني مثلا في البدء خلق الله هي إلهيم السماء والأرض، وإلى آخره. إلها قديرا في إشعياء 9 برضو إلهيم، الآلهة، الإله الثالوثي. طبعا في أسماء تانية كتير جت عن ربنا زي مثلا رب الصباؤوت، يهوى صباؤوث، رب الجنود، والله اللي عنده الجنود الملائكية والطغمات السمائية بتخدمه. جت كتيرة 282 مرة في الكتاب المقدس رب الجنود، اتكررت كتير. طبعا في العهد الجديد احنا عارفين الله محبة، فهو هو الحب، هو الآب المحب والابن المحبوب والروح القدس هو طيار الحب المنبثق من الآب والمستريح في الابن، فالله محب. في كلمة تانية برضو كتير اتكررت في العهد القديم اللي هي أدوناي. هم كانوا أحيانا اليهود من ضمن يعني اهتمامهم الزائد عن اللزوم بالحرف بالحرفية، كانوا ساعات يخافوا ينطقوا كلمة ربنا، مع أن اسم الله جميل وقوة وسند وبركة، فيخافوا يقولوا كلمة ربنا، فكانوا يقولوا حاجة من صفات الله، فمن ضمنها كلمة أدوناي، يقولوا أدوناي يعني السيد، هو السيد أدوناي، وتلاقيها موجودة في كتير في السبعينية، فأدوناي السيد.
برضو احيانا كانت في كلمه تيجي تيجي كلمه شداي، ايل شداي، شداي جاي من شده يعني قوه، فالله ايل شداي يعني الله قوتي، او الله المقتدر في قوته. ما يقول مثلا في تكوين 28 الله القدير يباركك، ايل شداي الله القدير صاحب الايه القدره. كثير كلمه القدير كان ابراهيم واسحاق يقولوا كده الله القدير، كان ده فكرتهم عن الله ان هو الله القدير قادر على كل شيء الى اخره. يعني في حاجات لطيفه عن اسماء الله، لكن كل ده في العهد القديم، الله الكائن الله القدير، لكن بقى في اسم احنا بقينا نعرفه بيه لما اتجسد، بقى اسمه يسوع المخلص، يسوع او يوشوع، يهوى شوع يعني الله يخلص، فهو المخلص، واخذ جسدنا واخذ طبيعتنا وبقى اسمه يسوع، يسوع الذي يدعى المسيح يعني الممسوح المكرس لله. يسوع بقى هو اسم الخلاص بالنسبه لنا، بقى هو ده اللي احنا عرفناه بيه، اللي قال عنه إشعياء يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسه على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، طبعا عجيبا لانه اسم عجيب ومشيرا لانه يشير الى عمل الخلاص اللي هو يتممه، عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. فاحنا عرفنا الله في شخص ربنا يسوع المسيح الابن الكلمه المتجسد. نرجع تاني السؤال الثاني بتاع موسى، اول حاجه رد على قال ايه؟ من انا؟ ماشي؟ يعني عايزين نفتكر هما خمس كلمات واجابات من ربنا. اول حاجه موسى قالها انا ذا. تاني حاجه قال ايه؟ من انا؟ ثالث حاجه قال طب ما انا هروح لهم هيقولوا ما اسمك؟ فربنا رد وقال له تقول لهم كده احيا الذي احيا، انا هو الكائن الذي هو ايه؟ كائن. هكذا تقول لبني اسرائيل احيا او الكائن باستمرار، كائن على طول، هو ده اللي ارسلني اليكم. وقال الله ايضا لموسى، شوفوا بقى ايه الاجابه بتاعت ربنا المطوله. ربنا ما مش مجرد بيرد على موسى كلمه بكلمه، لا ده بيرد عليه بوعظه، ها؟ بيرد عليه بموضوع كبير. لذيذ ربنا لما يكون عايز يطمن الانسان الخايف اللي حاسس ان الموضوع اكبر منه بكثير قوي، فعمال ايه يطمنه ويشجعه ويديله يقول ايه ويعمل ايه ويعني يفهمه، يزوده بالفكر وبالمعرفه وبالنور عشان يبقى فاهم ويبقى واثق من نفسه، وهو واثق في ربنا طبعا، واثق وهو بيكلم الشعب، هو بيقوم بالمهمه يعني بيخدم الخدمه بتاعته. وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها وبعد ذلك يطلقكم، وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة
وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين. شوفوا الكلام، بقول لكم هو موسى بيطلب بيتكلم 5% وربنا بيتكلم الباقي. أول حاجة هنلاحظها هنا بيأكد اسم إن هو الكائن، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور، كل ما تكلموني تقولوا لي كده أنا هو الكائن. طيب هنلاحظ هنا إنه لما يقول تروحوا لفرعون ما تقولولوش كده، لما يروح لشعب إسرائيل هيقول لهم مين ربنا ده بشكل محدد، هو الكائن، هو إله أبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مش كده؟ ويحكي معاهم ويتكلم معاهم بيقول إن أنا شفت وافتقدت وداخل نزل أفتقدكم عشان أصعدكم. طب لما تروحوا لفرعون تقولوا له إيه؟ تقولوا له الكائن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ما يعرفهمش، ما يعرفش هو كده. تقولوا له بس إله العبرانيين، إحنا العبرانيين، هما اسمهم عند فرعون العبرانيين، تقولوا له إله العبرانيين شكله إيه؟ إله العبرانيين ده اسمه إيه؟ لا دي أسرار ما يعرفهاش غير ولاد ربنا. ها؟ مش كل حاجة الناس دي لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. احنا نقول نكلمهم باللغة البسيطة لو ما يفهمون، احنا مش بنحتقرهم، لكن كل واحد بيعلن ليه شوية شوية لما يفتح قلبه يعلن ليه. ولاد ربنا ربنا بيكشف لهم نفسه، لكن اللي بره لما يقربوا شوية بيبقى عندهم الاستعداد ربنا ايه ينور لهم. لأنه هو لو هيقعد يقول له اسمه ايه وابراهيم ايه، طبعا فرعون ايه حي يسخر ويجدف، وبيقول له ببساطة كده إله الجماعة دول عايزهم يخرجوا، إله العبرانيين التقانا وبيقول عايزين 3 أيام في البرية. 3 أيام دول يشيروا للمسيرة بتاعت الحياة الجديدة من الموت للقيامة، مسيرة الحياة الجديدة بتاعتنا 3 أيام. فعايزين نخرج، هنخرج طبعا 3 أيام هيزيدوا بعد كده، لكن على الأقل احنا عايزين الأول نبتدي بكده بثلاث أيام. دي بداية الكلام، وبدأ يديله تفاصيل المهمة بشكل أكبر شوية. قال له روح اجمع الشيوخ، ابتدي بالكبار، اجمع الشيوخ ورؤساء البيوت والقبائل بتاعة إسرائيل وقول لهم إله أبائكم جاي بيفتقدكم، إله أباكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وكرر إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دي عدة مرات، أنا إله أباكم، وهنا يقول له إله أباكم. لذيذة أوي، أنت يا رب يعني مستني تنسب نفسك للبشر دول؟ قال ما دول حبايبي، أنا هم أكرموني في حياتهم فأنا بكرمهم وانسب نفسي ليهم. ده احنا يا رب اللي ننتسب ليك يا رب، انت ما يعني ما تتشرفش قوي ان انت تنسب نفسك لينا، ده احنا اللي نتشرف لما ننسب نفسنا ليك. تلاقي ربنا من محبته ينسب نفسه لينا، ينسب نفسه لينا، لانه هو بيشتغل من خلالنا في العالم. ربنا بيشتغل من خلال القديسين، بنشوف فيهم صورة المسيح فبنفرح بيهم وبنتعلم منهم ازاي نعمل علاقه مع المسيح وازاي تجري فينا نعمه ربنا وتنور في حياتنا. هو عشان كده الكنيسه حتى واخده المفهوم ده، الكنيسه عقيدتها جوه العباده بتاعتها. بنعمل تمجيد للست العذراء، نقول ايه؟ تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين كل يقولون يا إله العذراء مريم أعنا. ربنا بينسب نفسه للعذراء. نعمل تمجيد لماري جرجس، يا إله ماري جرجس أعنا أجمعين. نعمل تمجيد لست دميان، يا إله ست دميانة أعنا أجمعين. هو بقى إله ست دميانة. إيه ست دميانة؟ دي حاجة مش قليلة. قديسين دول مش حاجة قليلة. دول ناس
يعني اتملوا بالنعمة وظهرت فيهم ريحة المسيح الزكية ومجدوا ربنا في حياتهم، وفي اللي قدموا حياتهم حتى الدم ذبيحة حب، فبقى ربنا فرحان ان هو يا إله مريم مرقس أعنا أجمعين، يا إله قديسين دول أعنا أجمعين. ودي زي ما قلت لكم ما هياش حاجة إيه، ما هياش بدعة، ده المنهج اللي ربنا هو بنفسه بيعرف نفسه وبيقول إيه، أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، هو بيعرف نفسه كده. الكنيسة مش بتختلف، الكنيسة دي ده منهجها من البداية. إذا كان حد بيخرج بره المنهج ده، ده خارج، ده هو اللي خارج بره، لكن ده المنهج بتاع الكنيسة، ده المنهج بتاع ربنا. أنا قل لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم، ويقول قل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ظهر لي قائلا إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر. أنا كنت موجود وشايف وعارف اللي بيتعمل فيكم عمايل صعبة، وأنا جاي فقلت أصعدكم من مذلة مصر، من أرض المذلة اللي انتوا فيها دي، إلى أرض كذا وكذا، المناطق اللي فيها الناس دي، إلى أرض تفيض لبنا وإيه وعسلا، دي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. أنا أصعدكم من المذلة دي، تدخلوا في شركة معايا ونعيش فرحانين مع بعض. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر، تدخل بقى ومعاك الإيه؟ معاك الرؤساء القبائل دول والشيوخ، وتدخلوا للرجل الملك وتقولوا له إن إله العبرانيين التقانا، الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا، نقدم له إيه؟ ذبيحة. ودي لغة الرجل فرعون كان يفهمها، إن ده الإله بتاعهم وبيقدموا له ذبيحة زي ما كان المصريين بيعملوا للآلهة بتاعتهم. وبعدين بدأ يشرح له إن الموضوع فيه شوية متاعب هتحصل، ربنا شوية شوية بيكشف. في الأول قال له أنا هكون معك ما تخافش. طيب يعني الأمور هتمشي سموث؟ لا. أنا عايزك في الخدمة دي وهكون معك ما تخافش. طبعا بعد ما قال له أمان أنا وما ينفعش وبتاع، قال له ما تخافش أنا هكون معك. خلاص؟ طيب ده معنى إن ربنا معانا، معنى كده إن الخدمة كلها هتمشي بسهولة وعلى طول وسهلة، والراجل هيروح دار التعظيم سلام اول ما يسمع ان اله العبرانيين، هيروح دار التعظيم سلام يقول لهم اتفضلوا، مش هيحصل كده. دايما السكه فيها مصاعب، دايما فيها مقاومه دايما، بس برضه ربنا مش هيسيبنا. فربنا بدا يشرح لموسى، قال انا بدعيك عشان تخدمني، الخدمه فيها صليب، خدمه فيها متاعب، خدمه فيها مقاومات، خدمه هتلاقي فيه ناس واقفالك، وفرعون بيخلق مشكله من لا شيء، وكل ما تحل له المشكلة يعمل مشكلة جديدة. موضوع مش سهل. أعلم أن ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، حتى بعد ما إيدي هتتقل عليه برضه هيفضل يعاكس ويعاند ويقاوم. وأعطي نعمة، دي حاجة بقى هتحصل في الآخر، قال إن في الآخر هتخرجوا برضه. شوف خلي نفسك طويل، اللي بيمشي مع ربنا لازم نفسه يبقى طويل، اللي بيخدم ربنا لازم نفسه يبقى طويل ويطول باله ويحتمل، يقولش لا هي كده خلاص بقى كفايه بقى انا هسيبها له، هي كده كفايه ويعمل كده، طيب خلاص سبتها له انا مش هقدر اكمل، لا 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 يا رب لا لا انا هسيب دي وامشي. مفيش كده، مفيش في الخدمه كده، مهما حصل تبدو ان الحكايه وقفت اتقفلت، ربنا معانا وهيفتح. فرعون فأنا هتشوفوها طبعا، يعني لو تاخدوا بالكم في الضربة اللي قبل الأخيرة، قال لموسى قال له بص ما تشوفش وشي تاني، يوم ما هتشوف وشي موتا أنت موت، ما تجيش هنا تاني. فموسى قال له أوكي، وكانت وما شافش وشه، بعت له من بعيد قال له امشي، ما شافش وشه. طب دي خلاص اتقفلت، ده بيقول خلاص ومش هيطلعها، مش هيطلعها بعد 9 ضربات، قال له مش هيخرجوا، يعني مش هيخرجوا مهما كانوا وعبيد فرعون يقولوا له مصر خربت، انت مستني ايه؟ مصر خربت، ما تخرج الناس دي احنا مش قدهم. لا، اللي بيخدم ربنا لازم يكمل للاخر، لازم نفسه يبقى طويل، المثابره
بيرسيفيرانس، المثابرة، لازم الإنسان يثابر للآخر. وفي الآخر قال له هتطلع منتصر ورأسك مرفوعة وكسبان، وحقك هتاخده زي ما بيقولوا تالت ومتالت، هتاخد حقك. أيام الظلم 400 سنة كانوا بيتهانوا وبيتبهدلوا وبيسخروا ظلما، فقال له حقك هتاخده وأنا هأعطي نعمة. شوف كده، أعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين. يعني أنتوا اشتغلتوا كل الشغل ده تطلعوا فاضين؟ لا، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين، تاخدوا كل اللي حقكم وزيادة. مش اوعوا تفتكروا ان اللي بيمشي مع ربنا ده ضعيف. صحيح ما بيستعملش العنف، صحيح ماشي بيطيع ربنا وحسب ما ربنا يقوله، لكن اللي بيمشي مع ربنا كسبان كسبان كسبان. من يعني من اول الطريق احيانا يبدو ان فيه خساره، احيانا في النهايه كسبان كسبان ومنتصر، كسبان ومنتصر. واللي بيخدم مع ربنا كده ممكن يجي له اوقات يبقى بيبكي، ممكن يجي له اوقات يجي له احباط، ممكن يجي له اوقات الدنيا كلها ضده، ممكن يجي له اوقات حتى كان شعب اسرائيل بيوبخه يقول له يا اخي، قعدوا يبهدلوا موسى وهارون في الأرض، قالوا لهم انتم رائحتنا قدام فرعون، ما احنا كنا كويسين، لا عايزين نخرج ولا عايزين نعمل، دلوقتي نازلين علينا حرام عليكم، ربنا بيحبكم جاي يخلصكم وانتم اللي بتقولوا كده وترفضوا. احيانا الخادم كده يلاقي مقاومات ويلاقي متاعب، لكن هو بيتمم إرادة ربنا، هو مش بيشتغل لحساب نفسه، فيكمل الآخر. ولما هيكمل الآخر ربنا يديله نعمة وهيرفع راسه وهينتصر وهياخد بركات عظيمة جدا، وهيشوف قد إيه عمل ربنا جميل ومجيد وكل حاجة بترتيبه وبإتقان من ربنا. ده الإجابة بتاعت الإيه؟ السؤال الثالث بتاع موسى. يعني قعد ربنا عطاله موضوع طويل خالص بعد ما سأله، قال له طب أقول لهم اسمه إيه؟ ربنا عطاله كل الكلام الحلو. نكتفي بكده النهاردة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي ناخد الإصحاح الرابع، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. بس كان حد عنده تعليق أو سؤال تفضل. الله الله سمح لبني إسرائيل أن يسلبوا المصريين ذهب وفضة وملابس. اللي احنا شايفينه دلوقتي أولاد الشيطان بيسلبوا أولاد إسرائيل الجديدة بدل الذهب والبتاع ده، أطيان وفلوس وأولاد وبنات بيسرقوا. فشايفين العكس دلوقتي، يعني صح. يعني opposite situation. احنا اسرائيل الجديد، اسرائيل الله اللي هو بيسميه كده في غلطية 6، اسرائيل الله يعني كنيسة العهد الجديد، اسرائيل الله او اسرائيل الجديد، اصبح ميراثه مش ارض، والبركات الممنوحة لي مش ارض ولا غنم ولا بقر ولا ممتلكات ولا غيره. ده معلمنا بطرس الرسول بيقول احنا مدعوين لميراث سماوي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لنا في السماء، محفوظ ده ما بيتسلبش، ما حدش يقدر ياخده مننا، ما ده ميراث اخدناه بالصلبات. لكن يعني اللي شايفينه اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيسرقوا اولادنا وبيسرقوا الارض، ما احناش مستنيين احنا ملناش حاجه في الارض. شوف يقول ايه في بطرس الاولى صح الاول ايه 3، المبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية المعمودية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدهنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم،
أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يعني ولاد ربنا اللي بيتمتعوا بالخلاص، اللي لهم ميراث أبدي، اللي ربنا قال لهم، اللي قال حيث أكون أنا هناك يكون خادمي، ومن يخدمني يكرمه الآب، وأريد أن الذين أعطيتني يكونون معي في مجدي الذي أعطيتني قبل إنشاء العالم. فإحنا ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة، ليس لنا هنا إيه؟ مدينة باقية، ولكننا نطلب العتيدة. فإذا اتاخد من هنا ولا اتاخد من هنا ولا اتاخد من هنا، أولا ربنا بيعوضنا، حاجة عجيبة جدا. هما العالم يأخذ وربنا يعوض ولاد ربنا كتير كتير كتير، لأن هو وعد برضه وقال هذه كلها إيه؟ تزاد لكم، وقال اللي يسيب من أجلي يأخذ 100 ضعف في هذه الحياة. صحيح؟ ما تبصش لهذه الحياة. يعني شايفين؟ لا بس هي مختلفة يعني. من الناحية المادية شايفين؟ هي مختلفة شوية يعني. عارف حضرتك في الحادثة بتاع سفر الخروج دي، هما كانوا ربنا عايز يقول لهم هتطلعوا مرفوعين الراس وتاخدوا حقوقكم بالكامل، يعني مش هتطلعوا. ما هو برضه هما حاسين ايه؟ ارض مصر مليانه خير، بتطلع خير، فهيطلعوا في حته هيحسوا ان هما فقدوا، وهما اشتغلوا شغل كتير، فالمفروض ان هما ياخدوا مكافاه او ياخدوا اجر، حتى اجر. فقال لهم لا، الاجر هتاخدوه، الاجر بتاعكم هتاخدوه، والارض اللي انا هوديها لكم هتكون أرض فيها خير كبير وفيها بركة مني. أما أولاد ربنا اللي هم بيتظلموا أو بيحصل لهم أي سلب من أي نوع، إذا قبلوا بفرح وبشكر اللي بيحصل لهم، شوف السماء يعني يبقى ليهم نصيب قد إيه. هدي حضرتك مثل لذيذ قوي قوي في عبرانيين 10، يقول إيه؟ عبرانيين 10 من عدد 34 يقول لبعض الناس اللي هم اتهانوا واتسلبوا واتسرقوا واتخذ حاجتهم من أجل المسيح، يقول قبلتم سلب أموالكم بفرح، قبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازة عظيمة. ثقتكم يعني إيمانكم ده ما ترموهوش، ما تتنزلوش عنه. إيمانكم ده إنه ليكم في السماء مالا أفضل وباقيا، فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة، لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، هيجي المسيح ويكافئكم. أما البار فبالإيمان يحيا. إحنا بالإيمان مش عايزين حاجة من الأرض، وليس لنا هنا مدينة باقية. أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد لا تسر به نفسي. أما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. يعني الواحد يشتري نفسه، يشتري حياته الأبدية بإيمان، إنه مهما اتخذ منه على الأرض ظلم من أجل المسيح، أشكرك يا رب، لأن أنا كل ده متحوش لي في السماء، كل ده متحوش لي في السماء. مرة قصة كده مش عارف أقولها إزاي، مرة كان واحد بيخدم في مكان يعني، وكان له حقوق في المكان ده يعني، واتخذت حقوقه بشكل أو بآخر، فكان مش مبسوط كده. وبعدين بيتكلم مع المكان ده، كان على اسم الست العذراء، فيتكلم مع زوجته يقول لها يعني يرضيكي كده؟ قالت له خلاص، يبقى أكيد الحقوقنا دي الست العذراء بتحوشها لنا فوق في السماء، الست العذراء بتحوشها لنا فوق في السماء، اللي ما خدناهوش على الأرض ناخده فين؟ في السماء. شوف هو ده الإيمان بتاعنا، اللي اتخذ مننا على الأرض يبقى لينا في السماء، وأعظم زي ما بيقول مالا أفضل في السماوات وباقيا. المال اللي على الأرض ده حتى لو كنا خدناه على الأرض أو قعد معنا الأرض رايح أو إحنا هنسيبه، لكن مالا أفضل في السماوات وباقيا، مجد أبدي.
شكرا. معلش انا عندي 3 أسئلة. اول سؤال هو لما بيقول انا ازاي اروح لفرعون، ما فرعون ده هو متربي اساسا في بيته لانه هو يعتبر ابن بنت فرعون. ده الكلام ده من 40 سنة يا ودي. يعني هو ساب فرعون يعني فرعون ده مات. ده مات فرعون ده خلاص بقى من زمان. وجه فرعون تاني. تاني حاجه لما بيقول انا اقول مرأة انا اقوله قول اللي هو لبني اسرائيل اهيا، ومره تانية قال لهم قول لبني اسرائيل يهوى، ليه قالها باتنين لغتين؟ ما قالش انا شرحت ان هي انا فاهمه ان هي سيم مينينج. بس هو ليه ما قالهوش دايركت انا ربنا انا الرب؟ يعني ليه ما قالهوش دايركت؟ لا كده كلمه الرب او السيد كلمه مستعمله في العالم، الرب او السيد. لا هو عايز اسمه. اسمه، فهو عايز يقول اسمي الكائن. الكائن بشكل الكائن هو ما يعني. حتى بعد كده فاكر حضرتك لما يعقوب صارع مع ربنا وقال له انت اسمك ايه؟ قال لماذا عن تسال عن اسمي وهو عجيب؟ انتوا مش هتفهموه. يعني مش في مستوانا احنا. اللي في مستوانا احنا اللي نعرفه هو الكائن. عشان كده هو كشف لنا كده، قال لنا انا الكائن. انا الموجود على طول. انا الحاضر منذ الازل والى الابد. الكائن. ثالث حاجة هنا بيقول فتسلبون المصريين. كلمة تسلبون دي صعبة قوي، يعني ازاي يعني؟ معلش يعني مش طبعا انا مش عادل على ربنا، يعني ازاي يقول يعني يتقال كلمة زي كده؟ يعني ممكن يكون المصريين في ناس كويسة وناس وحشة، يعني ليه كل المصريين يعتبروا وحشين؟ ممكن يكون فرعون هو اللي كان مش كويس، لكن المصريين ان جنرال مش كل الناس وحشة. وبعدين هم كانوا هيعملوا ايه بالذهب والفضة؟ هم رايحين ارض الموعد، وبعدين ربنا هيديهم عسل بصي حضرتك، اولا هو ما قالش هنا ان المصريين وحشين، ما قالش كل المصريين او مش هو كل اللي بيقولوا ان كنتوا هتاخدوا حقوقكم. تسلبون المصريين يعني هتاخدوا منهم الحاجات اللي عندهم دي، لان الحاجات دي ثمره تعبكم انتوا. ده اللي احنا فاهمينه، وما قالش على ده وحش ولا ده حلو ولا ده. لكن هم بواقع عام كانوا بيذلوهم المصريين وقتها، كانوا بيذلوهم. وبعدين احنا في العهد الجديد احنا بنفهم الامور، بنفهم كلام العهد القديم بمفهوم روحي اكتر. انه طبعا الوضع احنا مش بنحتقر، يعني احنا مصريين اصلا كل، بس احنا مسيحيين قبل كل حاجه، احنا ابناء العهد الجديد. لكن فرعون والشعب المصري في ذلك الوقت بيشير للانسان اللي عايش في العبوديه، عايش في يعني شعب ربنا في ذلك الوقت كان قاعد في عبودية مش عارف يتفك منها، متبهدل، مذلول، مش واخد حقوقه، بيشتغل من غير أجر، بالسخرة. وده بيمثل الإنسان اللي هو مذلول بالخطية، مش عارف يتفك منها، مش عارف يتخلص منها. حواليه أصدقاء سوء، حواليه مستعبد لحاجات وحشة كتيرة. فلما ربنا بيجي يخلصه، بيخلصه ويرد له حقوقه، بيرجع له حقوقه. كل اللي اتسلب منه، كل اللي اتاخد منه بالظلم يرجعه له، يديله قلب جديد، ويديله فكر جديد، ويديله طاقة، ويديله صحة، ويديله نعمة، ما دام تاب وهيخرج من العبودية دي. فهنا المقصود انه يسترد الإنسان عافيته، يسترد وضعه، يسترد. أما الذهب والفضة هو لو الإنسان يتكل عليهم يضيعوه. هم أساسا كانوا رايحين أرض الموعد، ده حقكم. وممكن الذهب والفضة ده بعد كده يستخدم استخدام كويس أو يستخدم استخدام وحش. وعندنا نموذجين، استخدم استخدام كويس في إيه؟ في خيمة الاجتماع، في المكان اللي ربنا هيجتمع فيه معاهم، في الوسط، في قلب ال 12 سبت كانت خيمة الاجتماع ذهب، حاجات كتيرة كانت ذهب، كلها ده من الذهب ده. وأحيانا لما الشيطان ممكن يخلينا نستخدم برضه، يعني ممكن نتكلم في الحاجات دي لما نجيلها، نستخدم الامكانيات اللي عندنا استخدام وحش. فاكر حضرتك موضوع العجل الذهبي اهو ده برضو كان من الايه؟ من بعض الذهب اللي كان عندهم. فالطاقات هو ربنا هيديها لنا، بس احنا بقى المهم ان هي تستخدم وتتوجه في الاتجاه البناء المقدس، مش في الاتجاه الوحش الفاسد. شكرا يا استاذ ابونا. حد عنده تعليق او سؤال؟ يا
بقول يعني الإنسان فعلا ربنا بيختار واحد معين أو اثنين أو وطبر وهو اللي بيديله كل الحاجات دي. فمثلا زي أنا مثلا بضرب مثلا لنفسي يعني مش أقول وكده يعني الواحد مش عارف طب إيه الموهبة اللي الواحد يقدر يعملها عشان يرضي ربنا عشان هو فعلا يعني يستحق كل حاجة. فالواحد مش عارف يوصل إيه اللي يقدر يعني يعملها ربنا عشان يوفيه بكل الجمال اللي عنده. طبعا هو يعني انت ماشيه حلو مع ربنا ده مجرد انك انت بتيجي وبتواظبي دي بركه ومجرد انك بتسالي على حد محتاج سؤال دي بركه وبتسلي بحد تكون عيان او تعبان دي بركه. كل واحد على قدر طاقته وعلى قدر وقته ربنا بيرشد يعني الروح القدس بيبقى جوانا فبيرشدنا صحيح كذا اعملي كذا يفكرك تصلي من أجل فلانة تصلي من أجل كذا تعملي حاجة فلانية تسألي على حد فروح القدس بيرشدنا وبيوجه وكل واحد ما فيش واحد نقول ده رسالته عظيمة وعمله عظيم وفلان ده يعني حاجة أي كلام كده لا كل واحد بيقدم عمل محبة حتى ولو عمل بسيط حتى ولو صلوة صغيرة من أجل الكنيسة وبنيانها ونموها وسلامها ومن أجل الشعب ومن أجل الضالين ربنا يردهم ومن أجل الساقطين ربنا يقيمهم كل صلوة صغيرة فيها محبة ده عمل عظيم جدا عمل عظيم في الكنيسة فالروح القدس ربنا يطمنك يا تسابونا روح القدس الواحد يعني حاسس انه ما بيعملش حاجة خالص لا ربنا يديك انت بركة فيك طيب تفضل نصلي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا رب يسوع المسيح نشكرك من كل قلوبنا لانك ارتفعت الى فوق على الصليب فتحت أحضانك لتجذب إليك الجميع وتعرفنا يا رب قوتك إنك أنت الإله الحي الغالب للموت اللي هزمت الموت لأجلنا لأجل أن تعطينا نحن أيضا الغلبة والحياة الجديدة التي لا يغلبها الموت نشكرك يا رب لأنك عارف ضعفنا وعارف مذلتنا وتأتي لتخلصنا نشكرك يا رب لأن يدك قوية وعزيزة ومقتدرة وتستطيع أن تخلص أنت الإله المحب للبشر المخلص نتمسك بيك يا رب ادينا دايما يا رب أن احنا نفهم الرسالة اللي أنت بتطلبها مننا وأن احنا ننكر ذاتنا يا رب باستمرار مش بس في أول الكلام نقول من أنا لكن طول السكة يا رب نقول من أنا طول الطريق يا رب نقول لك أنت الكل في الكل أنت العامل فينا وأنت اللي شغال في كنيستك بينا أو من غيرنا وأنت يا ربي قوتنا وثبتنا ومعنا بارك يا ربي شعبك في هذه الكنيسة وفي كل مكان بارك يا رب أولادك الحاضرين هذا الاجتماع اسندنا كلنا بيمينك يا رب علمنا أن نصنع مشيئتك وارشدنا يا رب كي نتمم مشيئتك في حياتنا من أجل بنيان وسلام الكنيسة ونموها كي تصير تسبيحة في الأرض بركة أمنا ست العذراء بركة كاروزنا ماري مرقس بركة كل مصاف قديسيك اقبلنا واستجبنا عندما نصلي بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليه لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم